في جانب آخر، يعقد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي يوم غد اجتماعا هاما له، من المنتظر أن يعلن من خلاله المصادقة على قرار لجنة المسابقات بمنح الكرة السعودية 4 مقاعد في دوري أبطال آسيا. المقاعد كانت قد جرى الحديث والنقاش ووضع المعايير حولها في لشرق وغرب القارة، ولعلنا نتابع في هذا الجرافيك توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا لدول غرب القارة. الفرق السعودية ستحصل على 4 مقاعد، الفرق القطرية أيضا 4 مقاعد، إيران 3 مقاعد زائدا فرصة الملحق نصف مقعد، الإمارات مقعدين وفي الملحق أيضا مقعدين، وأوزبكستان مقعد والملحق أيضا نصف مقعد. نذكر فقط أن الفرق التي ستشارك في النسخة القادمة 2013 هي من الفرق السعودية 4 التي من المنتظر أن تكون موجودة في المنافسات، هي فرق الشباب، الأهلي، الهلال، الاتفاق. قرارات أخرى اتخذت وتمت المصادقة عليها، ومن المنتظر أيضا أن تتم بشكل رسمي ونهائي، أن مباريات دور 16 التي كانت تقام من مباراة واحدة أصبحت ذهابا وإيابا، وهي مطالبات تمت في مرحلة سابقة. أيضا المباراة النهائية التي كان الحديث عنها كثيرا وطويلا تمت المصادقة والموافقة على أن تكون أيضا بنظام الذهاب والإياب. دكتور وراشوف اعتقد انها كانت مطالبات لانها باتت واقعة. انا خليني اخذها النقطة الاخيرة، يعني انا اعتقد اقامة المباراة النهائية بذهاب نظام الذهاب والاياب اعتقد حيفقد البطولة متعتها. يفقدها متعتها؟ نعم. المفروض يضع لا ابدا المتعة. ابدا، يعني انت الان ناظر في الشامبيونز ليج، يعني معروف من البلد او العاصمة اللي حتنظم المباراة النهائية. صحيح. فهذه هي حلاوة الكورة، انك انت تلعب، يعني اذا بتلعب في او عينه مدينه اللي انت بس يا دكتور هناك المتعه من من او من دوري المجموعات وهي انا اعتقد حتفقد بعكس الموجود عندنا. شوف المتعه ما تجي، انا يمكن اوافق على النقطه الاولى اللي هو مثلا في دور 16 انه يكون بذهاب نظام الذهاب والاياب، يعني احنا يعني اغلبيه الاشياء اللي اخذناها من الاتحاد الاوروبي او من لوائح الاتحاد الاوروبي. فالاتحاد الاوروبي الانظمه فيه تقول ان دور 16 ايضا ذهاب واياب، ولكن مباراه النهائيه تحدد لها مدينه مسبقا ومعروف وين مكان إقامة المباراة النهائية. انا اعتقد الاتحاد الآسيوي يفترض انه يعني يكون قريب جدا من هذا يعني التنظيم، لان هذا اذا اخذنا مباراة النهائية بالذهاب والإياب انا اعتقد حتفقد البطولة متعتها بشكل كبير جدا. يمكن انا بختلف مع الدكتور في هالجانب مثل ما اختلف معي في السابق. انتم اختلافات لكن الاتحاد الاوروبي تعرف إقامة المباراة صحيح في تحديد، لكن الدول الاوروبية في مكان محدد عكس دول آسيا في الشرق والغرب. يعني لو افترضنا وصل للنهائي فريقين خليجيين وأقيمت المباراة في كوريا، من بيحضر؟ من بيحضر؟ يعني مباراة حقيقة لن يحضر لها أحد. لكن إذا كانت مباراة بين فريقين سواء خليجيين أو غيره وكانت ذهاب وإياب، أنا أعتقد أنها بتعطي متعة ومتابعة وحضور جماهيري أكثر. يا محمد الآن يمكن شفنا الاتحاد والعين الإماراتي في فترة سابقة. أبو خالد الآن في أي بطولة عالمية معروفة ومشهورة هل في نظام الذهاب وإياب في المباراة النهائية؟ أبدا ما في أي بطولة فيها مباراة ذهاب وإياب في النهائي في المباراة النهائية. إذا بيسن هذا القانون الجديد أنا هذا لا هو اتخذ كقرار. لا أنت الآن لما تنظر مثلا كأس العالم تنظر بطولة يختلف الوضع، هذه بطولات مجمعة مجمعة. طيب ميخال بطولة بعكس المسابقات اللي تستمر على مدى أشهر طوال الموسم. حتى خلينا ناخذ تختلف ليبرتادورس اللي تقام في أمريكا الجنوبية أيضا نفس الكلام ما فيها ذهاب وإياب. أنا أعتقد يعني هذه الأشياء لابد أن نظل لها. لازال عند رأيها نحترم وجهة نظر الدكتور، لكن أنا مثل ما قلت جغرافية القارة الآسيوية تختلف عن أوروبا، وهذه الإشكالية اللي وضعت مباريات شرق آسيا وغرب آسيا. لكن أنا لابد أن نسجل أيضا تقدير لموضوع المعايير واللي تم إن شاء الله المقعد الرابع يكون للمملكة للجنة ومتابعتها ودورها، مثل ما انتقدناها في أشياء لا بد أن نعطيها حقها في أنها كان لها دور كبير في مثل هذه المعايير حتى إن شاء الله يكون المقعد الرابع. أيضا دور الأندية اللي تأهلت، لا شك الأندية اللي تأهلت الثلاث فرق
إلى دور الثمانية كان لها أيضا أثر إيجابي في الوصول، وإن شاء الله تستمر مثل هذه الجوانب المضيئة للكرة السعودية. نأمل هذا. غدا ستتم المصادقة من المكتب التنفيذي، سنتابع هذا الأمر مؤكد. تحول إلى فاصل، بعده نعود للجزء الثاني من برنامج الملعب وفيه سنتابع. كانيدا يكشف خفايا اجتماعه بالإدارة الاتحادية.